borders in Egypt. In إنه ممتن ومستمتع جدا باستضافة حدث باسكتبول دون حدود هنا في القاهرة في مصر لأول مرة لعام 2022. وكما ذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقد مسبقا أن هذه هي المرة الأولى لاستضافة رابطة كرة السلة بلا حدود بعد فترة الجائحة جائحة كورونا. وإنه سعيد لوجوده في القاهرة وإنه سعيد لوجود هذا المعسكر في القاهرة، وأشاد بتجربة مصر وخبرتها في فريق كرة السلة، وكذلك فإن هذه هي المرة الأولى لفريق في لمبادرة كرة السلة بلا حدود في القاهرة، وأنه جرب الضيافة الطيبة والكريمة لمصر. وكذلك فإنه يريد أن يشكر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، وكذلك يود أن يشكر صالة حسن مصطفى وكل القائمين عليها. يتمثل الهدف من مبادرة باسكتبول بلا حدود هو مساعدة الشباب ليس فقط على التطور والنمو في كرة السلة، بل أيضا لكي يصبحوا قادة أفضل ومواطنين أفضل، وبالتالي بنقدم لهم تدريب عالي المستوى في الباسكتبول عشان يقدروا يتنافسوا مع الشباب الموجودين في أنحاء القارة ويقدروا يحددوا موقفهم ويتعلموا من بعضهم. وفي نفس الوقت بنقدم لهم سيمينارز للتنمية الذاتية والمهارات المطلوبة عشان يكونوا قادة أفضل. والله احنا شراكتنا مع البي دبليو بي ابتدت من تقريبا سنة، المفاوضات مع البي دبليو بي والحاجات أكتر من البي دبليو بي. احنا بنتكلم في شراكة هتكون ان شاء الله للام بي اي سكول، هي اكاديميه لكره السله تابعه للام بي اي، هنكون احنا الشركاء فيها ان شاء الله. والام بي اي جونيور بروجرام، والام بي اي جونيور بروجرام برضه هتبقى بتتعامل مع ان احنا اكتيفيشنز بتحصل طوال السنه في ازاي ان احنا نجيب تالنتس يكونوا ناشئين through the process بتاع الـ NBA، ونشوف إن إزاي نقدر نعمل recruiting لأولاد يكون عندهم التالنت، إن هم إزاي نقدر نكبر التالنت ده through الـ NBA. طبعا احتدينا من سنة في مفاوضات معاهم، والحمد لله يعني في آخر شهر أتممنا الديل الحمد لله، وإحنا مبسوطين جدا جدا بالشراكة دي، لأن هي تعني بالنسبة لنا أكتر بكتير من ان هي بس مجرد شراكه مع الان بي اي. والله هو بي دبليو بي فرصه للعيبه الناشئين الصغيرين كبنات او اولاد يبقوا موجودين في كامب تحت رعايه سبونسر باي ان بي اي، مدربين ولاعيبه في الان بي اي طبعا، ايجنت كتير بص عليهم، عندهم فرصه ان هم يدرسوا بره، ياخدوا مدارس، ياخدوا جامعات. انا كنت في الكامب ده وانا صغير عندي 12 سنه، هو ده اللي اهلني ان اكون في الكامب كمدرب. انا شايف فرصه كويسه قوي لكل اللعيبه الصغيره اللي هي تيجي تتمرن او تيجي موجود في كامب زي ده، بتبقى عليها اكتر وتبقى الناس كلها حابه تشوفها وتتفرج عليها، وفرصه كويسه قوي ان هم يسافروا ويدرسوا بره. يعني الافتتاح بتاع معسكر بي دبليو بي باسكت بول وذات بوردرز اول مره يتنظم في شمال افريقيا ومصر والشرق الاوسط، واتمنى ان هو يفضل في الشرق الاوسط، مش عايزينه يطلع بره الشرق الاوسط، بيننا وبين الدول العربيه الاشقاء يعني يا ريت يكون موجودين. هو معسكر باختصار بيضم 64 او 65 لاعب ولاعيبه من افضل العناصر والمواهب اللي طالعه في القاره. الحمد لله مصر عندنا اربع اولاد وثلاث بنات، تبقى مجرد تدريبات ومدربين. احنا عندنا خمس مدربين من الام بي اي، ده اعلى مره حصلت في تاريخ البي دبليو بي ان يبقى في خمس مدربين من الام بي اي موجودين بيتابعوا الاولاد وبيمرنوهم و بتقبل عيون عليهم وبيحصل لهم بقى توصيات، يعني بيكلموا مع بعض في امريكا وان في لعيبه مميزه في الحته الفلانيه بيبتدوا يتابعوهم، بيكون خطوه او بدايه انضمام للمدارس او الجامعات الامريكيه اللي هي الخطوه اللي بعديها الام بي اي او جي ليج او الدوريات الاوروبيه. فبالتوفيق طبعا لكل الاولاد اللي موجودين اللي بيمثلوا افريقيا، طبعا توفيق مضاعف لاولادنا ان شاء الله، ربنا يكرمهم ويعملوا حاجه كويسه. اربع اولاد وثلاث بنات اكبر عدد موجود، والله وعندنا اكتر تمام، بس هو كل بلد بيتاخد كل بلد لها كوتا، فاحنا كنا اكتر بلد ليها سته وبعدين طلبوا كمان ولد سابع، فاحنا اكبر عدد موجودين، واعتقد ان احنا كان ممكن يبقى عندنا 10 كمان، لكن الحمد لله ربنا يعني الخيره في الموجودين يكونوا على قدر المسؤوليه. استفيد التعرف على كثير من اللاعبين، المدربين كوتشز فروم ام بي اي، حتى علم كثير منهم يعني. وانا اخذت احسن لعيب في بطوله افريقيا تحت 16 سنه، ونفسي اوصل له ان شاء الله، ان بكتسب خبرات كثيره جدا من الكوتشز اللي واصله، كوتشز من الام بي اي او اي برو ليج، وبكتسب منهم خبرات كثيره جدا، ونشوف طرق لعيبه يعني طرق لعبه ثانيه مختلفه يعني. نفسي اوصل ان شاء الله العب في امريكا او اوفرسيز يعني او كوليدج،
وان شاء الله نوصل للان بي اي. انا الكامبس بتاعت الان بي اي على طول بتفرق معايا جدا، علشان انا من وانا عندي 13 سنه سافرت لوحدي، كنت برضو تابعه الان بي اي، والكامبس دي انا اكسايتد ان انا ابقى موجوده هنا الصراحه، متحمسه جدا ومتحمسه ان انا العب مع اللعيبه وبس مبسوطه جدا ان انا ابقى هنا الصراحه ومتحمسه جدا اني العب. طبعا دي حاجه ليها طعم مختلف جدا، علشان هما كنت انا بسافر على طول السنغال و يعني في دول افريقيا عشان يبقوا هما هناك، بس دلوقتي هما عندي في مصر، فدي حاجه I'm proud الصراحه جدا ان دي حاجه بتقدر يعني اتعملت في مصر، وان كل اللعيبه هنا في مصر ومدربين طبعا وكل الناس هنا، دي حاجه الصراحه حلوه جدا. طموحاتي ان انا طبعا افضل امثل مصر وان انا اجيب بطولات ان شاء الله كتير قوي لمصر،